يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصلي على الجنازة في الجامع ثم أصلي عليها في المقبرة، فهل يعد عملي هذا صحيحا وهل يكتب لي أجران؟ لا، ما ورد أنه تكرر الصلاة على الجنازة، إنما الذي لم يصلي عليها في المسجد يصلي عليها في المقبرة، ما الذي صلى عليها في المسجد يكفي ولا تكرر. نعم.